هاي جايز، كنت متأكدة إنكم تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفلوج. واليوم نهار ثاني في اكادير وعاد فقنا، من صراحة فقت شويه مريضه، كنحس براسي بحال غايجينا الحلاقم. واش غير دوز معنا النهار؟ دابا اول حاجه غنديرها هو نمشي للمخبزه، ابري غنجيو نهبطو بيسين. سو جايز نمشيو للمخبزه دابا. المشكله ما عرفناش فين كاينه، صرا لا ماشي صراحه ما عرفناش باش كنا جايين في الطوموبيل. كانت بان لي واحد مكتوبه بلونجري على ما عقلت غنمشيو وصافي. غايز كيما شفتو فطرنا دابا وجمعنا الكوزينه وداك الشيء، وغنهبطو البيسين نسلاح بيضنا نمشيو دابا نعومو، ويمكن غنمشيو نديرو شريك. صراحه ما عرفناش فين كاين بالضبط، ولكن كنفكروا اننا غنمشيو نديروه وصافي. وانتم معانا و غايز دابا خرجنا غنمشيو نكبو طاكسي نمشيو للدار. ما تنساو شويه خلاص تنساو قالك غنكبو طاكسي غنمشيو للدار ونبدلو حوايجنا وغنمشيو نديرو الباطل. نمشيو نكبو في الباطل نمشيو نديرو الباطل 10 تمارة كاملة غير باش نبدلو حوايجنا. تصاور انستغرام صافي شنو كاين. غايز رجعنا للدار دابا وحد شعري معرفش شنو ندير فيه، بدلت حوايجي لان سيري نوريكم لاغوب اللي لبست وشعري ما عرفت ما ندير والله ما عرفت. المهم انا نقد شعري ونعاود نرجع. سو جايز بدا انا ان طويل قديت شعري نو درت هاد السفنجه وغندير دابا وي اللي كنساو كندير بحال هكا. غندير دابا
لبسك كان دير غوج لدرجة انا اصلا لبسها احمر صافي داك مي جايز وانا جبني راسي بزاف صراحة عرفتو كيبان لي البلان كامل عاد داش الغوج على احمر داكشي احمر احمر داكشي علاش كيفتح الوجه ولا ما نعرف المهم دابا غنمشيو ساليت as you see وغنمشيو دابا صراحة تعطلنا شوية على ود الشمس بداش كتهبط وصافي يب جايز ما عرفتش واش غنبل زعما غنلحقو نشوفو السانسيت من الباطو ولا لا قفلي بحال شو مبقاوهاش المهم صافي عاوتاني غنشوف الطاكسي بابا مغيديناش ومكناش الطاكسي وحنا معطلين واش اللي كاين باقي كنشوفو طاكسي جي غنتمشاو شوية على المدينة غنتمشاو على جنة ونقلبو على طاكسي او مومتو ابديت جايز مكناش الطاكسي ضربنا نص طرق على رجلينا بغيت نقلبوا على طاكسي والطاكسي اللي داز فيه الناس وصافي وحنا وصلنا حدا قصر على رجلينا المارينا دابا ولكن تحت الظلام وما عارفينش واش زعما باقي اللي يكونوا البطوات داك الشيء احنا غادي نشوفوا وما عارفينش فين كاينين هذا هو المشكل دابا المهم غاديين وصافي دابا كنتخيل ما لقيناش وانا جايه عوالا انني غنصور في الباطو بهكا زعما سكاي سونا دابا واحد السيكوريتي قال لنا انه كيزالوا مع 6 كيزالوا مع 6 جايين مع 7 اصلا كنا عوالين غنجيو حتى كنا كنقولوا زعما البروغرام من الاول غنجيو ليه حتى للسبعة ونصبح على هكاك باش نشوفو غير سانسيت وصافي دونك دابا تقلبنا ولكن غادي نقدر نغيزيرفيو لغدا اولا نديرو شي بلان اخر وصافي سو ذاتس ات جايز البرد غنمشيو للدار دابا وعاد نخرجو عاوتاني عرفتو كانت في يدي في البرد وعاد نخرجو دابا شوية غنمشيو للدار نبدل حوايجنا عاوتاني غنخرجو غنسمى دابا للدار غنبدل حوايجنا وغنعاود نخرجو ونتلاقاو باش نبدل حوايجنا باي باك سو كاعد بدلنا حوايجنا دابا وبدلت شوية ميكاب بدلت الغوج على وزدت شوية في عيني و شعري خليته كيما هو على الدش مكاينش الوقت دابا ممكن شي العشاء ونص بحال هكاك دونك صافي نوريكم شنو لابسه وغنمشيو سقعنا شنو لابسه غنلبسناهم هادا صافي يلا باي سي يو ومن هاد الميني بار اخر مرة قال لي سهرني قسم لي هاديك الشقة انا مزيان كنا نبدا دابا بدلت الحوايج دابا غنمسح وجهي عاوتاني ونقول لكم باي نهار الثالث في اكادير يلا طلعنا دابا من لابيسين دوشنا وانا دابا تكيت انا ودرت حاسه براسي صراحه مريضه وعرفت ابخي شنو غنديرو و المهم الا درنا شي حاجه غنصور عليكم جايز غنمشيو نتغداو دابا صراحه كاين الموت ديال البرد لكن المهم هادشي اللي كاين هادي ان كيس يعني البرد بزاف سو جايز جينا نتغداو دابا في واحد البلاصه
جيت لها شحال هذا مع لي بابا ماما داكشي كيديروا داكشي بلدي وطواجن وكتم شويه صافي جينا نتغداو و هادشي ما كنعرف ما نقول قول شحال باي باي جينا للدار ما كناش اولين صراحه نخرجوا على الدار كما قلت لكم كنت عيانه يعني شويه ولكن دابا لبسنا حوايجنا وغنخرجوا وما نصورش لكم بزاف على الدار التليفون اللي غادي تشارجي ليا اصلا خاوي وصافي هادشي اللي كاين Good morning guys. So اليوم نهار الاخراني في اكادير يمكن نهار الرابع ودابا غنمشيو بحالنا الرباط يمكن غندوزو ان شاء الله على مراكش والبارح صراحه ما عقلتش شنو اخر حاجه صورت اصلا ما صورتش بزاف حاجه غير صورت اللي كنت عشينا فيه ما عقلتش وما صورتش اصلا بزاف على وداش كان تليفوني غيطفى وهادشي كاين وبقاو معنا ولها جود تايم هي لايك اكادير زوينه فيها بزاف د البلايص فين تمشي و كنتي 12 ايام وصافي هادشي كاين عرفتو بينا كنا باغيين نمشيو نديرو الكواد ولكن ما كتبش ما عرفتش واش ديجا قلتها لكم ولا لا انا بابا مريض ما كيخرجش في الشمس داكشي علاش ما يمكنش ندوزو نديرو الكواد ما تكونش الشمس بزاف ودابا راه عندنا مشكل صراحه في الطريق مسكين دار لينا خاطرنا و زعما دابا نسافرو هادشي اللي كاين انا وسلمى وحنا انا وسلمى اللي بغينا نجيو لاكادير هاي جايز المهم حنا جينا شوفوا شعري حنا جينا الايمين تاعنا دابا هي اللي غنتغداو فيها واش ما نتغداو ولا نتعشى راه 8 ولا ما عرفت السوق ديال الايمين تاعنا وغنمشيو نتغداو باقي ما تغديناش وانا لبست حالي على لبست الصومه سلمى عليك كلشي فيا كيقولوا هادي على الدار شي كلمه المهم كتعجبني الايمين تاعنا اخر مره قلت ليها كنت 4 سنين دابا 3 سنين مع عمي الله يرحمها بيوم عمر رحمه وصافي هادشي كاين كاع كنا مدة الجوع باقي ما تغديناش انا طفت ما فطرتش انا كان كضرني كلشي صراحة من البارح وهادشي اللي كاين واقفين حدا هادي الهوندا شفتي شنو قدامنا ما يمكنش يدور هاي جماعة اليوم دابا نتغداو صراحة كلو نتغداو شي ديال سيري معنا هاي جايز كنت منا كاملين تكونوا بخير اتس بين وايل على اخر مره صورت شي فيديو على وداش هكاك وصافي الصراحه المهم يمكن اخر حاجه صورتها باش كنا مسافرين هي الطريق
ما عاود تصورت لكم انفورتونتلي ما دزناش ماشي ما دزناش مراكش هي دزنا مراكش ولكن ما درناش مراكش نوغ ما هبطناش تسالينا وداكشي حدنا دزنا لواحد ستاسيون وصافي ابخي مشينا بحال رجعنا الرباط على ود الصراحه كان مشى الحال وكما جاتنا في الطريق وصافي اي هوب هاد لي فلوغ ديال السفر يكونوا عجبوكم وصافي شي كان جايز و باي و سي يو نيكست فيديو